تابع حوارنا مع رئيس مؤسسة التعامل الدولية كامل مهنا دكتور كامل. طبعا رح نحكي بشكل مطول عن الجنوب اللبناني والاستفزازات الإسرائيلية والخروق الإسرائيلية يعني وكل ما تفعله إسرائيل، إنما بالنسبة لمحكمة العدل الدولية يعني سيعول سيصدر قرار يلزم إسرائيل أم أنه أيضا إسرائيل يعني تضرب بعرض الحائط كل شيء فيه قرارات كل شيء فيه قوانين كل شيء فيه اتفاقات يعني تتعلق بالإنسان وحقوق الإنسان يعني مش فارقة مع أحد، حتى أمريكا مش يعني لا حتى مش عم تاخذ هلأ شوي أمريكا تراجعت قليلا حتى يعني ما عم تاخذ بالموقف الأمريكي. أول شيء بمجرد ما تقدم دعوة من افريقيا الجنوبيه وحييناها نحن ونرجع من حيي يعني بقي تحت عنوان الاباده الجماعيه وهالاعلام اللي حصل حتى الان اللي بي فيه انه اتهام اسرائيل بالاباده الجماعيه، هذا لحد بس هالشيء هذا ادانه لاسرائيل شيء مهم هذا. نعم. اول شيء نعم. وشو جاوب نتنياهو؟ اهم شيء اخلاقي بالعالم هو شوف اخلاقي يعمل يعني فهذه هي هذا في شيء حصل بال وخاصه انه هالاعلام اللي اجى وهالمرافعات ومنحييهم كمان كل هالمحاميه اللي من افريقيا الجنوبيه. نعم. والملف اللي عملوه هيدا بحد ذاته شيء ايجابي. هلا في خطوتين بعدنا في هلا شيء سريع ممكن يحصل، تقول المحكمه العدل الدوليه هيدا فعل ابادي لانه اسرائيل عم تدافع عن حالها انه هيدا مش صاحبة اختصاص المحكمة لأنه ما بينطبق عليها هالصفة إنه هي إبادة جماعية. هون الكباش وتشوفي كيف يعني عمي بده يصير بين القضاة 15 قاضي كلنا إنها وتر عند دول قديش بده يكون في دول ضغط. تنضم أيضا اليوم يعني قديش بده يكون في ضغط على هاي الدول تحت هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي بتاخد وقت أكتر هيدي ساعتها بيكون في يعني وبتوسعوا اكثر بالتحقيقات وبصير في ادانه لل بس بما مجرد هيدا حصل هالشيء وهال يعني تقريبا تجيش الشعبي كمان عم يصير في اليوم في دعم لافريقيا الجنوبيه بلبنان تظاهره قدام السفاره وشو اسمه. نعم. عم تخلق مناخ نضالي وعم تتقدم اسرائيل كدوله عم تمارس الاباده جماعية وهيدا يعني بحد ذاته مكسب. بالموازين القوى عملية خاضعة عملية صراع يعني هلأ. طب أي قرار سيصدر عن هذه المحكمة إسرائيل ستلتزم به يعني في إذا في إذا صدر قرار بوقف الحرب؟ هلأ هون السؤال اللي بينقال إنه هل إذا طلع حكم على إسرائيل بالإبادة الجماعية هل أمريكا بمجلس الأمن هتوافق او لا؟ هلا في كلام انه تلوح بالفيتو خسارتها خساره الحزب الديمقراطي بالانتخابات ونجاح عمساني ترامب المرحله الاولى بالانتخابات باعلى نسبه ما حيعمل فيتو. في كلام هيك يعني منشان لانه كتار من الجيل الجديد بالحزب الديمقراطي مع فلسطين، في 30 نائب تقريبا ديمقراطيين موقفون وفي كتير بالمجلس الشيوخ موقفهم يعني انه لا لازم نوقف الحرب وفلسطين. وهلا شفتي مثلا بلينكن امبارح بدافوس انه بدنا دوله فلسطينيه يعني بلشوا شوي يعني ليه إيه بس انه ولو الموقف. بالكلام بس انه عم ينحكى انه بدنا حل حتى يعني حكى مع نتنياهو بهيدي المواضيع من اقامه دوله فلسطينيه نتنياهو رفض كل شيء. ايه لما من كاتب كتاب هو كاتب. نعم. كتاب صراع الأمم منه مستعد أبدا قال بثلاثين سنة ما بيصيرش فيه مهني مشو مهني هودي بيعتبرون بسمون يهودا والسامرة. نعم. وهودي تابعين بالنسبة لإلهم يعني وهودي الضفة الغربية بروح على الأردن وغزة بتروح على مصر يعني هذا المشروع. لا ما في ما هو أساسا بالألفين واثنين الحكام العرب وافقوا على الصلح مع إسرائيل هني ما بدون هني ما شوفي لأنه برساني حدا هيك كاتب مقال مش عارفين صحافي غربي بيقول انه الفلسطيني عم مئات الارض وهي قاعد عم مئات الارض حتى في مؤرخ اسرائيلي بيكتب دائما بيقول يا عمي نحن هو بن غوريون سالوه لما كان رئيس حكومه قالوا له طيب كيف بدنا نخلص من هو الفلسطيني؟ قال لنا الكبار بيموتوا والصغار بينسوا. شو عم بيراهنوا على هيدي النقطه هيدي الرؤيه تبع بن غوريون. شو قال هذا المؤرخ شو بيقول؟ يا عمي هودي الفلسطينية أي ولد صغير حامل المفتاح تبع بيته
هودي جماعة نحن هني أصحاب الأرض، خلينا نحن نفل. هو كاتب هيك خلص، نرجع نعطينا البلد يعني ونفل. هذا الكلام الصحيح ونفل من هال من هذه. فهلأ يعني لما أنت بتجي إذا هي بدها تكون دولة بين هالدول العربية، وإجوا الحكام العرب بال 2002 ببيروت أخذوا وتوجهوا إنه نحن مستعدين بس على شرط يكون حق العودة يومتها الرئيس لحود هذه أصر عليها. نعم. وإقامة الدولة الفلسطينية. لو بدها هي سلام مع العرب كانت قبلت، وبعدين اجت اوسلو مثل اوسلو وقرابين نفس الشيء. هن مش مصدقين انه هن من المنطقه، ما هن مش من المنطقه، كلهم معهم باسبورات. فبيقول هذا احد المؤرخين او الصحفيين انه الفلسطينيه هي ارضهم بلدهم، عم يدافعوا عن بلدهم. نحن كلنا معنا باسبورات. صحيح. لما بيوعدوه بالعسل واللبن، هودي فيه 750 ألف مستوطن بالضفة الغربية. طيب أمساني الشهيد القائد صالح العروري بيقول هاو حيصيروا بعد كم سنة مليونين وهلأ من الدول الفلسطينية ما عم بنيعدوا محلها. طيب هاو كون يروحوا وهلأ قصة غزة كمان تعرفي المنطقة، يعني في كلام انه في ان كان بمصر او بلبنان او بسوريا او بغزة، منطقة غزة فلسطين بس منطقة غزة، في كتير نفط وغاز لخمسين سنة. وفي القناة اللي بدنا يعملوها تبع إيلات هذه الممر الهندي. غزة هذه منطقة كتير استراتيجية، يبدو أنه يعني كمان فيها على حساب سراويت. السويس. صحيح. ففيك يعني مشاريع للمنطقة، فبدهم هذا يعملوا الشرق الأوسط. مش هناك أمريكا هالقد من خرطة الشرق الأوسط تبعهم. يعني فينا نقول أنه الإسرائيليين استغلوا يعني 27 أيضا لتهجير الفلسطينيين من غزة. إيه يعني بدهم إيه يعني بين انه بدهم يهجروا، انه فرصة اجت الفرصة. عم يقولوا انه يعني حتى انه طيب طالما معنا هالتأييد العالمي انه خلينا هذا الوقت المناسب، خلينا نضفي كمان نتنياهو، خلينا نضفي كمان ونفتح على لبنان ونخلص من كل الملفات. هيك كان في طرح كان موجود يعني عندهم بس انه عم يلاقوا صعوبات، يعني لان في صراع داخلي بيناتهم حول التوجهات، ولا في مشاريع كتير عندهم على صعيد الحكومة إذا بدهم يغيروا يفوتوا لبيد، يفوتوا حزب العمال، يفوتوا ليبرمان معهم بالحكومة ويطلعوا بن غفير وسموريتش. يعني كمان ليبرمان مش أفضل يعني كمان. إيه هو بس إنه يعني بس لبيد وحزب العمال شيء تاني بموقفهم. نعم. بالنسبة لأنه مع إيقاف الحرب هودي مش مع الاستمرار يعني لأنه نتنياهو عارف حاله رايح على الحبس. أو عم يسألوا شو المرحلة التالية؟ نتنياهو مصمم أنه خلاص بده يكمل بالقضاء على، يعني بده يعمل أي شيء هو يعني تبين أنه عم يشتغل مصلحته كرمال ما عنده خيارات، ما تخلص الحرب، عارف حاله رايح على المحاكمة. إيه فبده يطلع شيء انتصار، حاول أنه عبر اغتيال القائد الشهيد صالح العروري أنه يطلع شيء ما يعني ما كان بالمستوى. صحيح. اللي هو الامور ان شاء الله يعني يعني بدها تمشي، مش معروف شو مدتها بعد، مدتها قديش بتستمر بعد يعني كمان صمود. هلا بنحكي ونشيد بصمود الفلسطينيين في غزه وحركه حماس، هذا الصمود ايضا للقسام، انما قد بعد يعني قادرين نصمدوا قادرين يعني في كلام يعني اذا عم يحكوا عن سنوات الاسرائيليين ما بدك كمان يعني كيف من سيمد حماس بالسلاح يعني اقل يبدو يعني. انه لانه ما في شيء عم يبدو عم يوصلون هلا فيش داعي قبل ممكن بس هلا كل شيء ايوه اسرائيل بدها تخضع للتفتيش دقيق، ما فيش داعي نحكيها بالاعلام بس يبدو عم يوصلون يعني ان شاء الله. طب دكتور كامل كمان يعني السفينه عم تحضروا كمان كمؤسسه تعامل وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الاخرى كمان يعني ترسلون سفينه مليئه بمساعدات يعني غذائيه وادويه، ويعني خبرنا شوي ايه عن هاي السفينه يعني بالنسبه ل يعني بشغلنا. احنا عامل هي مؤسسه طوارئ بالاساس، انشئت بعد الغزو الاسرائيلي جنوب لبنان، كنت اشتغل اكثر انا بالمخيمات، مؤسسه قبل عامل نجي الاجتماعيه. فنحن من الخيام اول بيت فجروه سرقوا بيتنا الاسرائيليه والعملاء تبعهم، وفي بقي 55 مسن ومسنه بالخيام قدروا يفلوا قتلون بمجزره جماعيه، كثير هزني هالشيء، واسسنا عامل باطار الحركه الوطنيه. فهلا لما صار في العدوان على غزه وبعدين فتحت كمان على لبنان هون، دخلنا عملنا خط الطوارئ نحن مراكزنا، وانضرب مركزنا بالخيام، مركز عامل بالخيام، ودغري رحت انا ثاني يوم
عملت اجتماع للكادر، ويومتها لما رحت استشهد 4 القصف الاسرائيلي بالخيام، عملنا اجتماع للكل ومشان يقعدوا ويكفوا، عملنا خطه طوارئ. نعم. وفتحنا عم نفتح مراكز هلا بالنبطيه وبصيدا وبصوره من اول وضع، وجبنا عائلات نقاله اضافيه وجمعنا الان مسؤول الجمعيات جمعناهم، وجبنا وزير الصحه ووزير الشؤون الاجتماعيه عشان خطه الطوارئ والامم المتحده، اتفقنا كيف يعني نشتغل. هلا الامكانيات متواضعه بس انه عم نشتغل على هذا الصعيد. نعم. وبالنسبة لغزة أكيد تضامننا مع أهلنا بغزة، وبدأنا أنا ممثل عامل بتمثل حركة صحة الشعوب، حركة عالمية قوية كتير بالعالم خاصة بأمريكا اللاتينية وبأفريقيا وبآسيا كمان وبأوروبا، نكون متضامنين مع أهلنا بغزة. الأطباء العرب الأمريكان كمان عم ننسق نحن وياهم كيف يكون في دعم، ومنحنا أخذنا مبادرة مع اللجنة الدولية لنصرة غزة واللجنة كسر الحصار على غزة، وعامل أكيد بالإضافة للتضامن نأمن سفينة. فالاقتراح حسب الاتصال مع أهلنا بغزة أنه بالأول يكون بدل مواد غذائية طبعا، لأنه في مجاعة يعني المجاعة. وبعثنا رسالة للهلال الأحمر المصري عبر الهلال السلي الأحمر اللبناني مشان يسهلوا، وعم نجمع تبرعات، حطينا موازنة 1.5 مليون دولار، صار مجموعة يمكن شي نص مليون دولار، والمفتوحة مشاركة لكل حدا بيحب يساهم مفتوحة يعني المساهمات، واستئجار سفينة يعني وتاخذ يعني في أرقام معينة أو يعني إذا في هلا مشاهدين يعني البنوك ما عاد يسمحوا لك نعم تستقبلي مصاري لدعم قضايا للأسف يعني حاولنا نفتح حساب ما فيك تستقبل. كمان لأن إذا حدا بده يساعدنا في ناس كثير مهتمة يتواصلوا مع هول الجهات يعني نعم يتواصلوا معنا يعني معروفين نحن موجودين يعني في كل واحد في يقدر يساهم. نحن كمؤسسة كل الكادر 1500 واحد كلهم هول وهن عم يسمعوا بالمناطق، وعم انا عبر حركه صحه الشعوب كلهم بعثت لهم، والاخوان باللجنه اثنيناتهم لجنتين عم يعملوا جهد كبير الحقيقه، ويعطيهم العافيه، واتصال مع كل الاطراف يعني مشان تجيش للدعم. بالنسبه لمسارة ما في تهديدات طبعا قبل شيء يعني هي تضامني واستنهاضي يعني كيف كن نحن كلبنانيين نوقف مع اهلنا طبعاً بغزه لانه حاجاتهم كتير كبيره، واذا شيء حتى في كتير مساعدات واقفه على الحدود مش عم تفوت. ما هي المشكله انه في يعني في مساعدات في شاحنات تنتظر ما زالت تنتظر وحيتباعها. مثلا انا عم بحكي هلا مع من بلجيكا مستعدين يبعثوا اطباء ومع مساعدات طبيه، الاطباء العرب الامريكان ناما جامعين 600,000 دولار ونبعثوا اطباء وشو اسمه، وحركة صحة الشعوب كلهم بدنا مستعدين بدنا نبعثوا، عم نجند كل الأطباء. بس دكتور كامل قادرين يعني هن كل في كتير استعداد من كتير من الشعوب والكل حابب يساعد وكذا، إنما يعني إسرائيل عم تسمع يعني في مشكلة في معبر رفح بعدها يعني في مشكلة هون في مشكلة. هلا هيدا الموضوع يعني هلا سمحوا شوية أدوية تيعطوا يعني شفنا كمان بمحكمة العدل الدولية إسرائيل كيف اتهمت مصر بإغلاق معبر رفح وكأنه وهذه كانت يعني عال حمست مصر حمستها أم أنه لا يعني حمستها لا حمستها لفتح المعبر لا أنه إسرائيل كانت تهدد مصر بقصف بالقصف يعني أي مساعدات ستدخل إن شاء الله يعني شوف في شيء منيح عم يحصل هالمرة أنه كنا بالأول لما تصير في مؤتمر قمة تقاتلوا مع بعض على القليل هالمرة توحد. حتى بال 2006 بلش دغري انتقاد الأنظمة للشيء اللي صار، هلا لا في مقاومة عم تشتغل وهن مبدئيا بالموقف السياسي في تأييد اللي عم يحصل، وفي جهد عم ينعمل مش بالمستوى المطلوب. 57 دولة إسلامية وعربية كانوا بيقدروا يعملوا كتير، مثلا لو جايبين قافلة 57 دولة هني قافل وجوع رفح ويفوتوا فيها ما هيدي ما هون هيدي الشيء لازم بيقدر حدا يوقفه هذا اللي لازم يحصل هذا سؤال يعني يعني ضغط من كل الدول مفيد نحن يعني نعتبر انه هلا في اطراف عم تواجه باليمن حييهم بفلسطين حييهم كمان بالعراق بسوريا بلبنان كلهم هودي حيهم وايران هلا كمان هي قالت أنا ضربت سفينتين وعملوا تفجير عندهم في جبهة هلأ عم تواجه هلأ في المنطقة كلها على صفيح ساخن يعني دكتور كامل هلأ السؤال بالمقابل في مشروع تاني إنه تكون المنطقة مثل ما كانت تقول كوندوليزا رايس إنه الشرق الأوسط الجديد بقيادة إسرائيل وتطبيع معه هلأ صارت فلسطين
ابرز قضيه بالعالم. نعم. هذا شيء ايجابي، كانوا يعني رجعت صور. بينت هالقضيه بعد ما كانت منسيه. انا بفتش دائما نحن على الشيء الايجابي. نعم. عندنا بلبنان في ثقافه بس حتى عند العرب بننتقد وبنحكي كل الوقت عن المشكله، كل الوقت. ففي مثل هيك بيقول النقد سهل، الفن صعب. هلا مثلا ارمي انا التليفون بينكسر، اللي يعمل تليفون صعب كثير. لازم نتعلم ننجز، الانجاز. نعم. ننصرف للانجاز. أنا بعامل رافع شعار التفكير الإيجابي والتفاؤل المستمر، ما مشغل على اللي بيجمع. وعندنا شعار تاني كتير مهم وبتمنى الكل يسمعوا اللي عم يسمعونا ويستفيدوا منه، توثيق العلاقة مع الأصدقاء، تحويل المحايدين لأصدقاء وتحييد الخصوم. نحن شو أول شيء بنتقاتل بنضرب لو بيعمل إيش الواحد، في مثل بيقول يعني التعويل على الامور الايجابيه، ده انه داخل بيقولوا كل شخص في ملاك وفي شيطان. الفن كيف تطلع الملاك. صحيح. وقلت لك اعطيني هالالم استفيد من هيدا الملاك، الالم تزعلي بتسمحي لي اخذ هالالم، نفس المعنى طبعا. كل واحد يقدر رد فعل، فنتعلم نشتغل مع بعض. مش ممكن ننجح ببلادنا ولبنان بشكل خاص لانه الانا عندنا كثير قويه الا اذا تعلمنا نشتغل مع بعض فريق عمل. انا بيجي لعندي بعامل كوادر بيسألوني ما بجاوبهم، بقول له انت شو رأيك، وبحسسه انه هو اخذ القرار مش انا. انا بكون عندي رأي انا بس ما طبعا بتعطي الثقة مثل ما ذكرت. 1500 قائد في مش انه بالمجتمع، مش بعامل بالمجتمع، هو قيادات في المجتمع بيعملوا على كرامة الانسان وحق الانسان في الحياة اللائقة والكريمة. نحن حقنا نعيش، يكون عندنا تأمين صحي، يكون عندنا شغل، يكون عندنا بيوت، يكون مأمن تنسى تطلع بسيارتك تقدر توصلي مش ما يفتش حياة كريمة موتسيكل. صح. موتسيكل بوجهك. نعم. نعيش يعني حياة طبيعية وكريمة، حياة إنسانية إنسانية. نعم. حقنا هذا منه بتعرف هذا منه شيء كتير صعب يعني كمان لا يتحقق. بتعرف في طرفة هذه يعني عندنا بلبنان صرنا كطبيبا. نعم. 55 سنة عايشين بحالة طوارئ بلبنان. صح. ففيك سؤال وبيطلع مثل نكتة إنه شو قمة التفاؤل؟ الجواب انه اللبناني بشو بقول لك شوفك بكره. كليتنا هلا مش انا وياك قاعدين هلا متوقعين يا انه انفجار يا اغتيال. نعم. هلا بدنا نسالك عن الوضع اللبناني يعني المتوتر ايضا يعني ما يحصل في الجنوب وايضا الاستفزازات الاسرائيليه التي واضح يعني انها تريد يعني جر لبنان الى هيدي الحرب، وكمان عم نشوف المنطقه كيف عم تغلي. يعني هل نحن نتجه الى حرب عالميه ثالثه؟ ايه هلا عم ينحكى في هذا الموضوع يعني مطروح صار انه خاصه بعد قصه اوكرانيا يعني. نعم. طرح الموضوع ما حصل ايضا حتى بين ايران وباكستان. نعم. هذا بتتزبط هاي لانه علاقتهم بيرجع بيتفقوا العلاقه منيحه يعني هي مفروض بيناتهم. علاقتهم منيحه يعني. نعم. بس انه بتتزبط بالضبط يعني وفيت على الخط هلا الصين لانه عندها علاقات كثير قويه بيناتهم وروسيا. يعني في شوفي ما في مصلحه هلا بالعالم مع معركة هلأ. المشكلة وين؟ بأوكرانيا والصين. هلأ المشكلة بالنسبة لأمريكا أوكرانيا ضد روسيا والصين، هذا الموضوع الأساسي. بدأت هاي المنطقة أمريكا تمل من الملف الأوكراني، هاي المنطقة بدأت تهديها بس بنفس الوقت تكون مصالحها يعني محفوظة بالمنطقة بدون حروب، هيك الوجهة يعني اللي موجودة. فأنا يعني تقدير هيدا أنه الوجهة مش أنه لا المواضيع بلبنان تنفجر المنطقة، وهلأ كون فتحت كل هالجبهات يمكن هيدا إما بيساعد على الحلول أو على الانفجار، اثنين احتمالين ممكنين. الوضع على شو أقرب برأيك دكتور كامل؟ أنا ما بعتقد يعني لبنان اليوم أنا ما بعتقد هلأ التقديرات إنه بلبنان تتمدد المعركة، لأنه نحن كمان يعني إذا بحال انفجرت لبنان الحلقة الأضعف يعني ما أساساً نعاني من مشكلات ما بعتقد. صعبة ما بعتقد. جداً وخاصة في شغلي ومشايفي قديش عم يجي لعنا وفود. صحيح. وفي حرص من بعض الدول الغربية يبقوا النازحين السوريين بلبنان، وإذا صار حرب حيفلوا من لبنان. امبارح كنت عامل كمان اجتماع للمراكز تبع المؤسسة امبارح كلها عم نجتمع. قلت لهم علي شغلة إيجابية. هي شغلة هلا وجود السوريين تما يروحوا ويرجعوا على يروحوا على أوروبا لعندهم. فإنه أنا بعتقد لبنان مش يعني اللي عم يصير أول شيء كل عمرنا نحن نتهجر وهني ما يسرون شيء. هلا أول شيء تهجروا المستوطنات تبع شمال فلسطين. نعم. حتى محتل. في هجرة يعني معاكسة من إسرائيل عم يشوفوا. في ناس بيقولوا 100,000، في ناس بيقولوا 200,000، في ناس بيقولوا 60,000، بس هني تهجروا وما بدهم يرجعوا. وحتى هلا بيعطين رسائل المقاومة للرؤساء البلديات شخصية
نعم. وبيقول لهم واحد رئيس بلدية عم بقرا اليوم انه رخيلكم بدنا حل وبدناش نرجع ما بدنا نرجع ليكون في الامن في إيه. نعم. هلا في كباش انحطت الاوراق محطوطه والامور مفتوحه يعني ما في امين قال لي امين خلي غزه توقف ونحن بنحكي بكل شيء وبعدين كل عمره هي اسرائيل تقصفنا وتفوت لعنا. طيب هلا بالعكس هلا في عم ينعمل على يعني كانه جيشين اللي هي صار في مفاجاه كون المقاومه هون ما عرفت بالعمليه بطوفان الاقصى كان هي عندها مخطط دغري تفوت بتعرفي على الجليل معمول المخطط نعم. كل شيء ما عاد فيك تعملي لانه خلص انفتحت الجبهات والمعركه هلا كانك نظامين مش انه مقاومه بالعكس بصير اسهل الامور اذا هن فاتوا بصير اسهل انت تواجهيهم بال صحيح هلا صار هيك جبهتين مشان هيك عم تكون الخسائر شوي عاليه لانه عم تضربي بتنشافي بالمسيره او الاقمار نعم. الاصطناعيه تبع الامريكان بخبرون عم يكون في شهداء يعني صحيح عدد بس لانه طبيعه المعركه مع بس عم تكون عم تشوفي انت شو المواقع اللي عم يضربوها مواقع استراتيجيه بفلسطين المحتله نعم. ميرون وجابوا القياده بالمنطقه الشماليه وكل المحلات اللي عم تنصاب في دقه. طيب امتى كان نحن كنا نزتوا الصاروخ كاتيوشا ويطلع بيان قتل وجرح من في الموقع ودمرت الاليات وخلص لا لا بتجي الاعلام خوثون عم بقرا امبارح تقرير نعم. انه كيف الفورن افيرز حاطه تقرير عن كيف عم تستعمل المقاومه كم فلسطين او حتى باليمن الاعلام كاميرات موجوده معهم هذه لما طلعوا فاتوا صحيح هذا يعني عم تكون ايضا لمصلحه اعلام شيء جديد هذا كيف عم تفوتي كيف الاعلام كيف عم يستعملوا التكنولوجيا شيء جديد زدتوا 5000 صاروخ بالاول شغلوا كل وسائل الدفاع تبعهم وهن فاتوا بمستوى اوطى والعالم بالملاجئ يعني في ذكاء مش انه تخطيط عم ينعمل وهون نفس الشيء يعني عم ينعمل فيعني انا بعتقد يعني مثل ما قلت بالبدايه في تاريخ جديد عم بدا خلاص تاريخ جديد ان شاء الله وانتهى زمن الهزائم تاريخ الانتصارات وهلا لازم نحن نصير نفكر كلنا كعرب انه نحن اقوياء ونحن عم نواجه ونحن شجعان هذا كعرب ان كنا يد واحده يعني الشعوب ليك هيك الشعوب طيبه كل الشعوب أمر طيبه بكل العالم كل العالم الشعوب طيبه هي النخب دور النخب بالمجتمعات شو دور النخب هن اللي بيغيروا هلا في مظاهره فيها 1000 واحد يمكن فيها 10 من حزب واحد قبل البليله متفقين على الشعارات وعاملين اليافطات بيرفعوا شعار بصير الناس تمشي بصير تهتف هي صحيح. النخب شو دور النخب بالمجتمعات هيدي هي دورها يعني والجيل الجديد كويس يعني الجيل الجديد ببلادنا ما عنده عقد نقص نحن تعلمنا بالغلط واللغات ما بالصدفة مدارس مدر هن بيعرفوا لغات وبيعرفوا السوشيال ميديا والتكنولوجيا وما عندهم ولا عقدة وحلوين وعندهم جنسيات تانية وعندهم قصة شو الداتا وشو الانكم شو الوضع وشو بيطلع لي ووطنيين بشكل عام خلص يعني في ان شاء الله تاريخ جديد عم ينكتب نروح نحن نحو دول مدنيه ديمقراطيه اذا لبنان بلد كله طاقات بشريه كله عقول هذا بلد دوري يقود المنطقه كلها شوفي كنت من فتره عندي بنتين بدبي عم اجت لصاحبتهم لعنده عم تقول لنا 10 شركات عالميه الرؤساء تبعهم 10 بنات لبنانيه طيب هاودي البلد اللي هالقد فيه عقول هذا لازم ان الدول يصير طموح واللقمة طموح والبنزين طموح والكهرباء طموح شيء مو اجرام اللي عم يتم بحق الناس بس خلص هذا مسار يعني هني بالغرب رجعوا للتاريخ قديش كانوا قتلوا بعضهم رجعوا للتاريخ الامبراطورية الرومانية قديش كانوا يذبحوا بعضهم كله مرق نحن بدنا نمرق ان شاء الله بس انه الجيل الجديد الملتزم يعني بده يكون له دور كتير كبير بالتغيير واللي عم نشوفه نحن يعني شيء بيرفع الراس كيف عم تقدر هل يصير بالجنوب والمواجهة وإن كان بفلسطين
بكل المواقع. نعم. بالعراق مثل ما ذكرت يعني دكتور كامل، تاريخ جديد يكتب ان شاء الله، يعني تاريخ مليء بالانتصارات. شكرا لك دكتور كامل مهنا، رئيس مؤسسه العمل الدوليه، ومره ثانيه كمان الف مبروك بالنسبه للتكريم والى الامام. شكرا لك. شكرا لكم ايضا المشاهدين، والى اللقاء. شيء طرفي صغيري بس، تفضل. انه قال في اللبناني عاصة الازمات. نعم. قال اذا نام مرتاح وفاء مرتاح بشلحوش جنسية. هذه ما لازم تصير أبدا. شكرا لك دكتور كامل. شكرا. وإلى اللقاء.